شكلت دوريات خفر السواحل القطريه على مدى السنوات الماضيه مصدر تهديد خطير لبحاره البحرين حيث استهدفتهم في ارواحهم وارزاقهم ومن بين هؤلاء البحاره المواطن البحريني حبيب عباس والذي لا يزال محتجزا في سجون الدوحه حيث عبرت اسرته عن قلقها وخوفها الشديد من ابقائه في السجن وسط مطالبات باطلاق سراحه روايات موجعه لسلسله مستمره من الاعتداءات والاستهداف الممنهج من قبل السلطات القطريه لبحاره البحرين، بدءا من اعتراض زوارقهم بالقوه، ومن ثم اعتقالهم واقتيادهم الى السجن، السجن الذي لا يزال يحتجز المواطن البحريني حبيب عباس، الذي خرج في رحله صيد حتى تفاجات عائلته المفجوعه من وجوده في سجون الدوحة ما وردنا أي اتصال منه من الوالي شخصيا فكنا يعني خوف شديد عليه كون أنه رجل يعني يبلغ من العمر 49 سنة ويعاني من أمراض مزمنة وإحنا أكثرية العائلة يعني خايفين عليه يعني فرقبته هاي أبونا يعني فرقبته سبع عيال ومعتمد على الله ثم على هالبحر وصير رزقنا في الأخير ف من توقف الى اليوم يعني وضعنا النفسي والمادي واذا يتصل لنا اقل من دقيقه ما يعطونا فرصه بحيث انه يواصل يعني في اله... احنا نسال عن, ح... عن وضعه الصحي يعني احنا خايفين اكثر عن وضعه الصحي كون ان عندنا انه يعاني من ضيق في التنفس يعني عايشين ما عدنا خبر انه متى بيطلع متى شنو يعني كان شيء مبهم نحن نبغى نعرف يعني احنا نبغى نطمن في الاخير احنا عائله وهو اللي معتمدين على صرفه ومدخوله من البحر فإلى اليوم يعني شيء مبهم فقدان وانتظار وقلوب تعتصر ألما وقلق يساور هذه الاسره خوفا على مصير معيلهم بسبب عدم التواصل معه باستمرار لمتابعه حالته ووضعه صار له أكثر من شهر ما ندري عنه يعني لا اتصال وعنده والده مقعدة وهو عنده أمراض مزمنة يعني لا أدوية لا شيء ولا إحنا عارفين مصيره وعنده سبعة عيال يعني الواحد مو عارف شي يسوي ولا إحنا عارفين لحال يعني حتى صوته ما سمعناه من راح للحين يعني أتمنى أن صوتي الكل يسمعه وما نقول له حسبي الله ونعم الوكيل يعني اخونا ما ندري فيه يعني هو أكبر واحد في العائلة حسبي الله ونعم الوكيل <applause> الله يرجع بس ألوه. هكذا يبدو حال الأسر البحرينية في كل مرة يعتقل فيها أبنائهم من قبل السلطات في الدوحة قلق مستمر وانقطاع في الرزق يضاعف من معاناتهم يا أهل قطر يعني نبغى هالصوت يوصل إليكم يعني هل يرضيكم في الاخير شنو الجرم اللي سواه؟ طلب الرزق في البحر يرضيكم يا اهل قطر يعني ما اتوقع ان اي حرب بيرضى يعني من باب الانسانيه بسام بس البدوي لمركز الاخبار تلفزيون البحرين